خادمة من ملعب إيطوالي في العاصمة البوروندية بوجامبورا. العلمة موارس الوزير مباراة الأسبوع الرابع من منافسات المجموعة الخامسة تصفية كأس أمم أفريقيا 2021 المقررة في الكاميرون. مباراة بوروندي موريتانيا المنتخب الأمريكي سحب الخمس نقاط في هذه المجموعة والذي فوت في نقاط مهمة في نواكشوط الجولة الماضية من خلال استضافة منافسة اليوم واكتفاءه بالتعادل. يتنقل لبوجامبورا في مهمة صعبة انزيكا بسابو رقم 8 كذلك يبدا اساسي لهذه المباراة. انطلاق هجوم خطير هذا الهجوم لمصلحة منتخب بوروندي يدخل منطقة الجزاء والتصويب بعيدة على مرمى ناموري دياو. هذا القائد كرة بالذات انطلاق كرة وهجوم شديد تغطية لدفاع المنتخب الموريتاني والحكم موريس. خطيرة كرة دخول لمنطقة الجزاء الجماهير الخطيرة في بوجامبورا. خمس دقائق باسمان انديكو مانا يبقى تحت تشيلة وديكو مانا يطولي هو من انقطع التشيل لمنتخب بوروندي او سايدي هو اللي تمكن من انفتاح التشيل. سايدي انديكو كيسا محاولات ضد المنتخب الموريتاني قادر على انهاء المباراة وبشيليه يساوي الكرة باتجاه سايد بيراينو وحاول تنغص في كرة ليوسف دايجيمي يمتلك الكرة من مولاي احمد خليل والحكم موريس يحتسب مخالفة ولو واضح. سايد صعب الهدف الاول في هذا اللقاء يعني سايدين ديبازي اسماعيل دياكيتي يلعب في الدوري القطري غادما ستكون يوم الثلاثاء متابعة الكرة للمنتخب الموريتاني مرفوعة كانت من الحسن العيد وزالت خليل يلعب لمحمود عبد الله خطيرة كرة والتصويب سبع كرة في دفاع المنتخب البوروندي. دايشيمي خروج الحارس في ابعاد الكرة دياب وإصابة في الانتصار في هذه المواجهة على منتخب موريتاني. تسع كرة لمنتخب بوروندي كرة عظيمة كذلك على اليسار عنده ماركو ويماس يعطي أكثر حلول كاير خطيرة كرة سايد للتصويب وموجود الحال تمشي كرة من باركا لنداي كرة بالراس أحمد خليل هدف التعادل للمنتخب الموريتاني. المراهقون يعودون خلص الهدف اللي قبله في توقيت مبكر يحرر المنتخب الموريتاني من ضغط المباراة بعد الهدف ادخل في الأسواق سيطر تقدم لمناطق منتخب بوروندي في كورتين والثالثة ثابتة عمل من مولاي أحمد خليل من ضغط الهدف لهدف التعادل للمنتخب الموريتاني. الجماهير البوروندية في استاد مرة أخرى تدخل قوي على المدافع الموريتاني في الكرة الأخيرة أكيد كايل لسايدي على دراب عطي كرة كان متأخر أمام نيجيريا 4-0 الكرة أسبقية بوروندية 54% مقابل 46 للمنتخب الموريتاني. 3-21 متابعة الوشوف في الانتظار من جانب المنتخب الموريتاني. إميري خطير الإمكانية بلاس والتغطية حاضرة عدد كرة اسماعيل دياكيتي هدف الثاني في هذا التوقيت ممتاز 5 دقائق قبل نهاية الشوط ويختار القوة مع الرابع. حسن كيزا خطيرة هذه الكرة لمنتخب بوروندي وفي القائم الأول حاضرة التغطية من باكارينداي عرضية انطلاق في كرة لإدريس ساتيام البداية القوية والخمس دقائق الأولى اللي نجح بعفاعي والهجومي كرة تيبا زونكيسا اقتادل لمنتخب موريتانيا بتوقيع أمادونياس
خروج نذكر الثيراري إصابة متابعة لمنتخب بوروندي. التنفيذ من غايال خطيرة والهدف الثاني على غرار شوط المباراة الأول. هدف مبكر منذ الثواني الأولى لمنتخب بوروندي. كرة ثابتة نفذها غايال وقادم من القلب بكل قوة وبرأسها باغتان ناموري دياو. هدف ممتاز لمنتخب بوروندي في افتتاح الشوط الثاني. قلت خطا على مستوى التمركز عانى منه دفاع منتخب موريتانيا في الفترة. سايدو بيرينو وعشرة سايدي دي بوروندي في نواكشوت. خطيرة كرة أخرى وهجوم للحسن العيد. التصويب كرة قوية لم تكن بعيدة فوق مرمى روكوندو. حاول التصويب محمد موريتاني لحد الآن. دياو على اليمين وكذلك علي عبيد على اليسار. كرة مخال كرة ثابتة في موقع ممتاز يستفيد منها اسماعيل دياكيتي. كرة المنتخب الموريتاني دياكيتي ترجع كرة بكر. كرة تتحول لهجوم معاكس والتغطية حاضرة والخطأ. قلت كرة عرضية لم تكن فيها أي خطورة من جانب منتخب بوروندي. كرة عرضية للخلف السايدي يعطي الحكم إشارة التنفيذ. كرة على هدف الثالث. على هدف الثالث ساقط الحارس دياو. مش ممكن قبول مثل هذا الهدف من كرة ثابتة السايدي ديبا زونكيزا. يباغت الحارس ناموري دياو ويضيف الهدف الثالث للمنتخب البوراندي في سيناريو غير مقبول بالمرة. يقبل ثنائية في أقل من عشر دقائق منتخب موريتانيا. ثنائية لسايد انتبا زونكيزا. يتعدى بومفيس في تجاوز المصطفى دياو. بومفيس خطيرة كرة. التصويم بعيدة كرة دياو. سرعة الانتقال لربح المساحات. شوف تانجي أمامنا. تسعة تانجي بينما يصاب لسايدي. قد يغادر مصطفى دياو. يرفع كرة دياو. الصعود بالرأس ترجع بويماس في تنفيذ الكرة الثابتة. بويماس الأبعاد بالرأس لكرة. طويلة كرة خطأ. مش ممكن كرة تثليل الفارق. خطأ وسوء تقدير بين الحق للحسن العيد. طب وين التصويب؟ التصويبة قوية لكن بعيدة. عبد الله محمود يتسرع في حمى تانجي. التصوير